الأستاذ محمد زرع. أستاذ محمد، استمعت أثناء الفاصل إلى مقاطع للقاء تم مسبقا مع عشماوي في مصر، واللي تكلم بشكل واضح عن عملية إعدام أكثر من 1300 مواطن خلال فترة إعدامه. تعليق، وإن الموضوع بات موضوع طبيعي وتعود عليه وإنه لا يؤثر فيه نفسيا بشكل أو بآخر. يعني طبعا في النهاية هذا الموظف يعني للأسف هو ضمن منظومة الدولة، والدولة بتستبيح حقوق الإعدام وبترى أنها بتحقق ربع على خاص. طول وقت المنظمات الدولية ومنها العفو الدولية ومنها الفدرالية الدولية اللي أنا بنتمي ليها ضد عقوبة الإعدام على طول الخط، بغض النظر على أنه في محاكمات عادلة أو لا. يعني طول الوقت إحنا ضدها في كل الأحوال، ضد كل من يحكم عليه بتلك العقوبة القاسية، يعني سواء أيا كانت الظروف اللي بتحيط بالدولة، سواء كانت ظروف عادية أو استثنائية. الجميع بيرى أن تلك معظم المنظمات الحقوقية أو كلها تقريبا وكثير من دول العالم بترى أنها يعني عقوبة غير أدمية بالمرة، وعقوبة يعني يفترض استبدالها بعقوبات أخرى بغض النظر عن المحاكمات اللي بتتم. فالحديث بشكل يعني سلس وبسيط اللي بيه الموظف في تنفيذه العقوبة وشاف انها شيء عادي، ده انا شايف انه للأسف الشديد نتيجة يعني تنفيذه العقوبة بشكل دوري. اصبحت حياة الانسان يعني لا تؤلمه اذا تعرض لانه يعني يعدم شخص، وانه بيجد الكثير من المبررات الدينية والاخلاقية والقانونية. نعم، خلينا في البداية